أحلى الأيام، أحلى النغمات والكلمات من زمن الفن الجميل. الممثل والشاعر ويليام حسواني أو الشويش ولد ب 22 تشرين الثاني سنة 1933 بعائلة كبيرة ومتواضعة. والده كان الشاعر خليل حسواني، وكان أيضا متعهد بناء وممثل مسرحي، وكانت والدته صاحبة صوت جميل جدا. عاش طفولته بين بيروت ورأس الحرف، ومن صغره كان عنده ميل للشعر والفن، وكتب أول قصايده بعمر 14 سنة. يا ملك الزمان اللي عليك الأمان، عليك الأمان يا مولانا الملك، كل عم يكذب عليك. اسكت 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 اسكت، كيف كيف بتحكي هيك؟ بدو شن اشنو؟ أنا أعطيته الأمان، احكي يا شحات. يا ملك الزمان هالصبي الغريب ما بدا تتجوزك، صرح قدام الكل وكلن كلن عم يكذبوا عليك. تفضلوا عالقصر بدي احكي أنا وهالرجال. قالت ما بدها اياني. قالت ما بدها اياه. حدا بيرفض انه يصير ملك؟ نعم. مين؟ انا. انت؟ انا شحاد المدينه برفض كون ملك. كيف؟ انا هلا شحاد، لكن بحلم صير غني، بحلم صير مدير، صير وزير، صير مستشار، ولما الحلم بيتوهج بحلم صير ملك. بس الملك ما له مستقبل، واقف على الباب الأخير، على الباب المسكر، ما بيقدر يحلم أكتر لأنه ملك. شو بعد بيقدر يصير؟ الملك ما عاد يطلع، ما عاد يقدر يتحرك، إذا تحرك بينزل. شو في أكبر من الملك؟ مشي. أنت قلت المشي أكبر من الملك. آخ يا شحات، ما أكبر المشي. وهالغريب يا شحات، أقولك ليش ما بدها الملك؟ هالغريبة عايشة عم تحلم، ما بدها تبطل تحلم. بتعيرني ثيابك؟ ثيابي أنا؟ عيرني ثيابك، بلكي بقدر أحكي أنا وياها. تلقى دروسه الابتدائية بمدرسة دير المخلص ببيروت، والتكميلية والثانوية بمدرسة القلب الأقدس. درس مادة الحقوق ولكنه ما تابع، لأنه انصرف للتعليم إلى جانب أعماله الفنية. أنا اسمي زيد الخير، عندي عزة كم دجاجة إجوا بدل مصاري ومعي ولا بارة. بالأول بوسي إيد الملك. بسناها، قالوا يصبروا علي شي يومين ثلاثة. واستأذني بالكلام. عن إذنك استأذننا، تكفي لك الخبرية وجابوني على الصخرة، وأنا طلبت من بنتك بدي أتشكي لك برموا لي إيدي فكشوا لي إياها. يكفي، فهمت بيظهر أنت ما دفعتي. لا. وبتعرفي جزا اللي ما بيدفع؟ نعم، بيشتغل بالصخرة. وشو بتعرفي تشتغلي؟ بجري بكنس بطبخ. يا عيني من قلة الطباخين بهالدولة، ولك شوشطي. وبعمل اشياء كثيره بعرف مية كار، حياكي، غزل، خياطة، برقص، بغني، بمثل. شو بتعرفي تمثلي؟ نعم، ايتها الشمس، ايها الليل، وانت يا بحار الصحراء ارتعدي فانت الابطال. بكفي هيئتك منك قليلة،
تعرفي تغني كمان؟ نعم. يا جاد الحكيم. نعم يا مولانا. إذا سألوك شو أهم شروط الملك، اختصرهن بثلاث كلمات. العدل، المحبة، وراحة البال. عظيم، اختصرهم بكلمة واحدة. الضمير. بتعرف يا جاد، حكمك صارت شايبة مثل دقنك. لك إلك 10 سنين لاحقني بالضمير ما كنت تجدد. غير شي مرة، قول السهر الخمر. الضمير بتعب يا جاد، الخمرة بتريح أكثر. اللي عليك الأمان. عليك الأمان، بس ليك اوعى تكبر بالحكي. ها، ما بكفي الناس الضرايب والصخرة والسكوت، حتى تزيد عليهم حصة الملك وتجعل حالك شريك النص بمواسمهم وممتلكاتهم. انا الملك يا جاد، والملك بيملك كل شيء. ليه بتشوف اني اخذت لهم النص؟ ما بتشوف اني تركت لهم النص؟ يا مولانا الناس مش راضيين. ليه مين بيرضي الناس؟ وبعدين شو بدهم يعملوا؟ اضراب بفشلوا، تمرد بسكتوا، احتجاج ما بسمعوا، ثوره عندي حرس كفايه. ما حدا بيقدر يحبس المي، والناس مثل المي إلا ما تلاقي منفذ تتفجر منه. زاول مهنة التدريس بمدرسة الفرار فرن الشباك سنة 1951 وسنة 1971 أنشأ أول مدرسة للإخوة اللبنانيين، وبعدها سنة 1985 مدرسة البيت التربوي بالفنار. ومن بعد باع المدرستين وتفرغ لتعليم مادتي الأدب والفلسفة بالمعهد الأنطوني ببعبدة بين 1966 وال2000. وك يا هيفا، هالبرهوم مش عم بفهم. هالبرهوم شو قصدك؟ هالبرهوم اللي بالدكان بيتهيأ لي انه هاي مش مفهوم. هالبرهوم شفت علي شي؟ كمشت علي شي؟ انا شاكك. بشو شاكك؟ شاكك انه شو؟ انه يكون. يكون شو؟ يكون شي. شي شو؟ خايف انه يكون من هيئة التفتيش. سهرنا معه، سكرنا معه، نحن وملهب المهرب يرجع يطلع من هيئة التفتيش. يا معطر يا شويش، بيتنزه بالليل، بيتنزه، بيطلع بالناس، بيطلع، بياكل، بياكل، بيعمل حاله وعم ياكل، بيشرب، بيشرب، بيعمل حاله وعم يشرب، بيصير يبرم بالدكان وانتو نايمين وبيدور التنديش. يا معطر يا شويش، انا بدي وقفه، وبلكي طلع الفتيش وعم بيراقب تهريبي. بهون المصيبي، العلي ما بقى تعرف مين اصغر منك ومين اكبر منك. مين اللي عم بتراقبه؟ مين اللي عم بيراقبك؟ مين ركب التركيبي؟ بهون المصيبي، انت عم بتراقب وفي حدا بيراقبك، وحدا يراقب الحدا، في حدا فوق الكل عم بيراقب الكل، وقاعد عراس السيبي. ما هون المصيبي، بتربي اشياء بتسجل وبتسمع الشبيبي. ايدي اكبر مصيبي، دهيلك عالسك بنحكي نوع الليلة، ليكن بثيابنا في شي عم يتسمى علينا. التهريبي، التركيبي، والاشياء اللي غريبي، واللي عراس السيبي، شايف ملا مصيبي. ايه؟ يا معطر يا شاوي. سنة 1959 تزوج ويليام حسواني من السيدة آمال نهرة، ورزق منها بأربع أولاد: ندى، رولا، هدى، وأنطوان. وعن ويليام حسواني الأب بتحدثنا دكتور هدى حسواني أبي راشد، وهي دكتورة صيدلانية، وبتقول: أنا اليوم سعيدة أتشارك معكم ذكريات ويليام حسواني البي، يلي علمنا قبل كل شي نحب لبنان وما نتركه. ويليام حسواني تعلق بهالأرض وبيقول: خلقت هون وببقى هون، عايش بين أهل ومحبين، بين أصحاب كرامة ومودة، تغنى بلبنان كتير وعكس علينا محبته لهالبلد، وتمنى علينا ما نترك لبنان ونضل نعطي بلدنا لآخر نفس من حياتنا.
ويليام حسواني البي غمرنا بالمحبة لقلنا ولولادنا، تمنيلنا دايما التوفيق والعيش الهنية والسعيدة، ووجهنا حتى نوصل لأعلى المستويات الاجتماعية. كان البي الحنون، الصديق الحبيب، المرجع القوي بكل المجالات. بشكر ربي انه ولادنا تعرفوا عليه وعاشروه، وكان جده الصديق ينطروا الدقيقة يلي رح يشوفوه ورح يقضوا معه أحلى وأمتع الأوقات. حب الحياة كتير، كان بيتنا مفتوح لكل المحبين، من عزايم، من سهرات، من استقبالات، عيشنا بالبيت عيشة كريمة مليانة فرح وسعادة. وكان يقول اوعى حدا يزعل، طالما الصحة منيحة نحنا منيح ومش ناقصنا شي، ممنوع الحزن ببيت ويليام حسواني. رفيقه كان العود والغنية، كنا نتجمع حوله يعزف ويغني ونحن نغني معه، هيك كانت أكتر أوقاتنا بالبيت. رافقوا الألم طول حياته، كتب وعبر من أحلى ما يقال، وكان يقرأ لي قصيدته، ولما يشوف دمعتي يقول لي تأكدت أنه القصيدة حلوة. عشنا أيام هنية ببيتنا بالرغم من أوقات الضيق والحرب يلي عشناها، حتى بالملجأ خلق لنا جو بعيد عن الخوف، ما كان يسمح لحدا يخبر أخبار سيئة، علق أوراق على حيطان الملجأ وكتب عليها أخبارك السيئة التي تضر بغيرك وفرها لنفسك. ومن وقتها صرنا نحن والجيران بالملجأ نلعب ألعاب مسلية ساعدتنا نتخطى الخوف ونحافظ على أعصابنا. البابا والماما علمونا معنى العطاء والمساعدة، خاصة فترة عيد الميلاد المميزة، كنا نوزع الإعانات للعيال المحتاجة قبل ما نعيد مع العيلة بالبيت. بشكر ربي على كل دقيقة قضيتها معه، تعلمت كتير منه، تشبعت محبة وقوة وثقة بالنفس، وبشعر إنه البابا بعده موجود بيناتنا، موجود بمحبته يلي زرعها بقلوبنا، موجود بكتاباته، موجود بكل نسمة حلوة، موجود بكل صباح جديد ربنا بيعطينا إياه. ويا بي العروس بارك العروس، البنت اللي ربيتها رايحة عبيتها، شو بدك تهديها من خيرك تهديها، هديلة عرسة تسعد فيها، شو بدك تهديها من خيرك تهديها، هديلة عرسة تسعد فيها. بسنين الغلا بالأيام الصعبة ربيتك يا بنتي يا زهرة الغلا، من هالبيت رايحة والعريس ناطر والسلاح ناطر والعروس رايحة. يا صبح الرضا عطريق مضوي رجعنا الفرح والفرح قوي، وهديتي إلكن كل رزقي إلكن، والأرض تطلع لكن والسما تنزلكن. كانت متلاي الباي الله يوفقها، كان عرس حلو بس حزني، بيزرع الشجرة وبربيها حتى يجي اللي بده يجي، بيقطفها وبروح وبيصير وحده. اللي شاغل بالي العرس التاني، مدري كيف رح يخلص. عرس مين؟ عرس ومش عرس، شايفة قدامي جاي وحدة بفستان الأبيض والأرض بين الفرح والبكي. شغلت اللي بالي أنا، روحي تنام وبعدين بنحكي. ابتدت مسيرة ويليام حسواني الفنية الفعلية مع الأخوين رحباني بمهرجانات بعلبك الدولية خلال التحضير لمسرحية موسم العز
سنة 1960 يلي كانت من بطولة صباح وديع الصافي نصر شمس الدين. وبهالمسرحية انقبل ويليام حسواني بالبداية كراقص، ولكن لما سمع صوته عاصي الرحباني دعا للمشاركة بالمسرحية كممثل ومغني، وهيك كانت أول إطلالة له بأغنية هلك ومستهلك يلي حققت شهرة كبيرة. أدى ويليام حسواني الكثير من الأدوار بمسرحيات الأخوين رحباني ولازموا دور الشويش بين الستينيات والسبعينيات بالمسرحيات يلي قامت ببطولتها السيدة فيروز، ومنها بيع الخواتم، الشخص يعيش يعيش، المحطة، ناس من ورق، وميسر ريم وغيرها. رسالة من مختار المخاتير إلى أهل ميسر ريم وإلى شهيدي ابنة حاتم أبو شهيدي خطيبته التي استلمها من نعمان ابن راجي تحية وسلام. أيها الأحباء، تعلمون أنني أنا صهركم العتيد، فلا أمور المخطرة تشغلني ولا قضايا الدولة. كل تفكيري عندك يا شهيدي، وحابد انزل أسهر تحت شباكك لو مخاوف رشح. لذلك انتجبنا عنا حضرة الشاويش النشيط على رأس أوركسترا مسلحة ليرقص ويغني تحت شباكك مثل فرسان العصر الرومانطيكي. وقد كلفناه وضع تقرير مفصل بكل اختلاجات عواطفك الطاهرة وإيداعنا النتيجة لينشرح خاطرنا. باعت لك موطي مع الشاويش. يلا يا دوريتي نزلت العتمة، تبهوا عليكي إجا وقت الخدمة. وقفوا بالصف استرح تأهد إلى الأمام. سر شمال يمين شمال يمين شمال 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 يمين. We'll be right back.
وخلف افتاح العتم يا عم بيرف جناحة ضو الدنيا بعيد وقريب انا بالساحة غريبة وخايفة يا حبيبي انا هون الشاويش هلا بطلع بديش القلوب معباية عالرايح وشاي بدي تفتيش اوعى حدا يقطع تخشيش سنة 1967 لعب ويليام حسواني دور الشحاد بمسرحية هالة والملك وأتقن دور قاضي لبناني فاسد بمسرحية لولو سنة 1974 وشارك أيضا بالمسرحيات الغنائية للأخوين رحباني مثل دواليب الهوى أيام فخر الدين صيف 840 الوصية وغيرهم وبيقول ويليام حسواني عن تجربته مع الرحابني إن أجمل أيام حياته تعرف خلالها على عالم الفكر والجمال والموسيقى والفن بأجمل وجوهه الله معك خي محجوب يا أهلا بالبسطجي بيقلك معي مكتوب من مين يا بسطجي؟ من أسعد ابن شهدين من أسعد ابن شهدين؟ لشو بعت لي مكتوب؟ أنا ما بعرف أقرأ بحياتك اقرأ لي لا توخزني أنا غلطان المكتوب منوش إلك خي حمله نزل عن ظهري المكتوب لبنتك لبنتي؟ إيه؟ عجل عجل شف لي شو كاتب اوعى تكون مطابق معه طول بالك اوعى كلام الغرام طول بالك اوعى الحكي هيك وهيك لك طول بالك اوعى يكون اخذ راحته حبيبتي سلمى يخلع نيعك هلا انا شو دخلني لا تواخذني انا عم بضربه له هيئة هالمكتوب تقيل اذا كل جملة باتلي هالشغلة منا شغلة لا 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 كفي 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 حبيبتي سلمى أنا بتذكر أيام التلاقي كنت تهربي ونركض عالسواقي ولما كنت تشوفي أبوك نعسان كنت تندهيلي وأنا يبقى في زعل هو يفوت عالأوضة نحن عاللواء ولما نسمع شخيره نعرف إنه صرنا بأمان أمان أمان يا للي أمان 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 يا للي أمان أسعد ابن شهدان ناويلي عبنتي أسعد ابن شهدان هيئة فيها وما فيها أنا بدي ربيها رح دبر لي قاضي بتوت وروحه انزل فيها طول بالك طول بالك بدش بدي طول معلمت المدرسة جاي لا تحكي قدامك بدي قري هالمكتوب الله معكم أهلا وسهلا إلنا شي بيهلكن جريدي يا معلمة المدرسة يا اللي بتضلي تدرسي قري لي هالمكتوب تكرم عينك عزيزتي سلمى وبخبرك عن الدرس عنا درس كتير وبعد بكرة عنا فحص جرامر وتصوير طمنيني عن بيك ان شاء الله يكون مرتاح اوعى تخليه يتعب بقصف التفاح بيك شيخ القوادم وفي ايده طل وهيب وانا يا سلمى مش تاشوفه من بعد الغيب شو القصة يا بسطجي بكون شي هيئة كل واحد شكل بنا شخص ثالث إذا الشخص الثالث أهلا بشهدان جيتوا الله جابك شو في يا إخوان جيتوا الله جابك فضل أقرأ هالمكتوب من ابنك لبنتي اسم الله في مراسلات هيك الظاهر أيتها الآنسة من بعد السلام بلا طول الكلام بدي حكيك بقضية حتى ما ننام بترجاكي قول البيك يدفع أجار الدكان لبيك
للي أمان بين كل واحد شكل يا للي أمان وإذا جبنا شخص رابع يقرأ دوره ويلي الحقيقة يا للي أمان أنا بدي أعرف لا تعرف أمان أنت لا تفكر إحنا منفكر عنك أنت لا تتدخل إحنا منتدخل عنك أنت لا تفكر إحنا منفكر عنك أنت لا تتدخل إحنا منتدخل عنك طيب شو بدي أعمل وصيتك وصيتك اشتغل وطولونا طنش 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 سنة 2000 أدى ويليام حسواني دور رئيس البلدية بمسرحية الحق ما بيموت للأب فادي تابت واستمرها التعاون بثورة شعب غاب بلا قانون ونهاية حلم وصاحب الغبطة والسلطان سيدنا انت جاي لعندي لتستهزئ فيي جاي لعندك لاني بحبك بتحبني وعم تقوم الشعب ضدي بحبك لما تكون عايش بارضك بكرامه وبرفض فكرك يلي بريد يغتصب ارضه كرامه غيره انت مش شغلتك السياسي انت لتصلي وبس انا لخدمه شعبي وتحمي قطيع من الدياب الفرق بيناتنا انه انا خدمتي بسميها رسالة وانت بتسميها سياسة بس النتيجة وحدة خدمة الناس ولا امتى كانت السياسة لخدمة الناس طول عمر السياسة لخدمة الناس يا برغوت وكلام يسوع واضح لمن بيقول الكبير فيكم بيكون لكم خادم ولما المسؤول بيستعمل مسؤوليته لمصالحه الشخصية بيغلط على الحالة كلن غلطانين مين كلن هني مين هني الكبار شو بدك بالكبار اسأل حالك انت مغلط شو بدك فيي بدي اياك تعيش بكرامة كرامة اكثر من هيك ما انا السيد اذا هيدي هي الكرامة بالنسبة لك خلي غيرك يعيش بكرامة شو يعني خلي غيرك يكون حر على ارضه بدون منازع واذا انا رفض بتكون قررت انك تنام بين القبور رح تبصر منامات وحشي خاطرك لوين رايح رايح فصل ثوب الكرامة ولبسه لشعبي هالمطراد اللي مدري منين جاي طل مثل النسر حد بين فروخ عصافير جماعهم قوايهم صار كل واحد منه النسر قادر يحلق وينادي بالحرية حرية حرية وهم بضمير الشعوب بيعيشوهم بالفقر تحت اسم الحرية هودي هن الحرية المال الجاه العز السلطة هودي هن الحرية هودي اللي عم تعدهم يا بي هن العبودية الحقيقية شو بيعمل لك المال والجاه والعز إذا ضميرك بذكرك كل يوم إنك قاتل مجرم مغتصب أرض غيرك شو بيعمل لك المال إذا كل شي بهالدنيا صرت تشوفه ربح شو بيعمل لك الجاه إذا الناس بتكرهك وتتمنى لك الموت ولا العز شو بيعمل لك العز اذا الموت دق على بابك وقال لك اترك هالدنيا يا بي مالك وجاهك وعزك لمين لطالما انا ابنك الوحيد طمعت فيه واستعملته ليكون صفقه من صفقاتك بي انا وعيت ورافض امشي طريقك هالمره انا اقوى منك كل الحسابات كنت حاسبها الا انه ابني انقلب علي غريب يا برغوث بدي ياكل جوعهن خليهن يصحفوا قدام قصري ويطلبوا السماح انا البرغوث انا السيد الاعظم إلى جانب نجاح ويليام حسواني بالغناء والتمثيل فهو أيضا شاعر مرهف إلى أقصى الحدود حب الزجل وأتقنه وعنده كتير من القصايد والكتابات
أصدر ديوان شريعة الغاب من 3 أجزاء وكان بيتمنى أنه يصير 6 أجزاء. كان متأثر جدا بالشعرة سعيد عقل وميشيل تراد. الباب العرين مقوقع الصرصور يقله يا حاكم دولة الغاب بفديك بالأموال بالجمهور بلك بوزارة بتحسب حسابي بعمل عزوقك بس عيني عم عارضين الحكم بتحطط بخرب بيوت بهبة الجنة بفقر الناس بنفس مخطط بتحكم بوالي بتأمر بوافق بتبكي منبكي بتضحك منضحك بمشي معك بعمل لك مرافق ويوم الشتي بلطة تحت جنحك الأمضى الختم بيضل عحسابك منمضي وقت ما تقلنا نمضي منشوف خاطر كل نوابك حصة مثل ما الواقع بيقضي عملني وزير بناور وبحتال القانون عندي ما له حصة بنفذ لصالح ضيعتك أشغال وبمضي لكل قرايبك رخصة المعاملات بحطها عالرف حتى الغبرة فوقها تسمك وصاحب الحق بوقفه بالصف إلا اللي جاي لعندنا باسمك عملني وزير بوسع جيابي تتساع ضربيات سرية وسافر تأتنزه مع أصحابي بصورة مهمة شبه رسمية بحلف لك برب الكذب يلي حطك حبل عرقابنا مسلط وبوعدك شو ما بتعمل لي بخشبة رضاك بضلني معلق وبوظف المحسوب عخطك وكل اللي هو ضدك بشيله وصورة عحيط المكتب بحطك تلي بيجي تطلع مقابيله من هاي لو عين الحقيقة ترف تقشع صور بتزيدك تحرقص لما الوزير يكون ضارب دف بيكون كل الشعب عم يرقص. حكينا الحكاية وخلفها مدلول حتى ما بين سطورها تقرأ وتفهم إذا بتصير شي مسؤول ما تشرب من المية العكرة. وحيوان منه بالقصد حيوان وله حكاية حرش أو غابي هو العدل والحق والوجدان اللي صار بذين البشر طابي وباعتقادي عرفت مين الديب ومين السبع والنمر والواوي هاودي حكاية ظلم ومحاسيب وسلطة قوايا وقبض ورشاوي ولا تظن انه بقصة الانسان ما في حمل مستضعف مسالم ولا حوت من هول السمك هربان ولا ضبع عسيرة غنم هاجم والليل شو يعني الليالي السود غير النوايا اللي عم تحي الشر وعين الحسد بحكاية العنقود الخايف عجرن المعصرة ينجر وعيد السبع مش عيد سبع الغاب عيد المصالح والأنانية عيد الهدر والصرف دون حساب وشفط الخزينة وفرض خوية وموضوعنا بمجلس غنم موضوع مجلس شعب ما في بيده قرار لا رأي لا تنفيذ لا مشروع ما بيشتغل إلا عكبس زرار ومظاهرة يا ما علت أصوات كانت صدى الأصوات مدري منين تمشي بلا أهداف بالساحات لا شو السبب لا الاتجاه الوين أو لك سكوت الناس بيغفي تلي على كرسي الحكم ما يقوم وتشعل النار وما حدا يطفي والليل يطوي صرخة المظلوم قديش عين العدل بدها تنام وتضل ايد الحق موجوعة بعد العتم لابد ما الايام عالناس تطلع شمسها وتوعى.
سعيد؟ انت سعيد ولا لا؟ بلا سيدنا انا سعيد. شي مرة عيطت لك يوسف بدل سعيد؟ لا ابدا سيدنا ابدا. شي مرة عيطت لمرتي فريال سوسين بدل فريال؟ ابدا سيدنا ابدا. ولو ما انت بتنتبه مع كل هالانتباه بيقولوا عني اني عم ضيع. اذا قضية تضيع انت بتضيع شوية سيدنا. يعني لا معها حق. بشو؟ ستة قالت لها اني وقع على راسي وانصبت بفقدين الذاكرة. بهالحالة كيف بدي ثبت اني مش مجوز مرتين؟ لا 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 ابدا 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 سيدنا. لايك 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 الذاكرة جديدة خلص. بعدين نسيت سيدنا ان بيئك من ايام المدرسة. لكن انا زلمي ديك دخيلك يا سعيد. يا دكتور تدرس شو هالتأخير؟ كنت رح روح من بين ايدي. خير ان شاء الله. البارحة كنت مثل عنتر. اليوم بعد بيجيبوا لك سيرة عنتر. بدي يكون مثل ستيف أوستن. طيب اللي شو اللي جد معك اليوم؟ اللي جد اليوم انا زلمي عم ضيع ديك. لا 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 عم بتضخم الامور اكثر ما هي. امبارح عشية كانت نتيجة فحصك هوا. خففت هالضو شوي وحطيت كاس وقعدت اقراها. يعني احسن من قصيدة شحن. كوليسترول. ما في احسن من هيك نتيجه. معك شويه ميكروبات من المي. هيدي اشياء تعودنا عليها. يعني انا منيح. سوبرمان ستيف أوستن وندر وومن حش خير. طيب مش رح تفحصني شوي؟ اكيد. اللي شو عم تحس من جديد؟ عم بحس بدوخة بعد الأكل. شو؟ كمل بس اشرب بحس بنفخة. كيف؟ وبعدين؟ بعد ساعة عم الأكل بحس بتعب. لا 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 شو القصة دخيلك؟ لك أنا عم حس بذات الشيء. شو قالكم؟ بنصحكم يا حكيم تشوفوا حكيم. لا 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 هيدي اشياء ما بنقدر عقلنا عليها. امبارح بالضبط اجاني مكتوب شكر من انجلترا بيقولوا لي فيه. إلى زغلول الطب في لبنان. يا روحي. الدكتور تابس. نشكركم على تخليص اخونا جون من الموت. اكيد صارت مره انا وعم بتصيد سمك بالعطبه واذا بشوف رجال راكب بدو زيت حلو مطرعيل اتكمشت فيه وصرت صرخ. طموا علينا الناس واخدوه. يا سلام عالطب شو تقدم. دكتور تيدروس عصير ستيف أوستن وسوبرمان ما فيك تسالي هالعلماء اذا بالامكان تقدر تصير ساعة اللي بدي الرجل الخفي. ما فهمت. يعني صير اختفي وروح مطرح ببدي بدون ما حدا يشوفني. يا سلام على الافكار الجهنميه. فهمت؟ ايه كله معقول كله معقول. ايه ولما تصير اختفي ساعه اللي بدي ساعتها بعمل لك مشوار من الجنوب للشمال وبنظف لك هالبلد تنظيفي ما لك. يا سيدنا. وبعدين بفوت على الفران بهالليل كمان انا مختفي وبشوفهم بهالليل كيف عم يعمل خبز طحين مزغول كف على رقبته اللي عم يعملها. بينقذ بيتطلع ما بلاقي حدا بقول له انا ضميرك ما في حدا غريب. يا سيدنا يا فحل. عالبنزين كف عالبزود كف رجوا معه المحتكرين كف متعهدين طريق كف اللي بيتاجروا بمعلبات عطيها كف كلب مهيبة لطة وكف. وهلا صار فينا نكمل الفحل. دخيلك دكتور تيدروس. حقولي دكتور تيدروس. أسس ويليام حسواني سنة 1996 سالون ويليام حسواني للشعر والأدب واعتبر بمثابة أكاديمية للشعر، وكان يستقطب الشعراء والهواة يلي بيرغبوا أن تصير أعمالهم إلى وزن ومعنى وقيمة. وعن ويليام حسواني الشاعر والفنان بيحدثنا الشاعر رفيق روحانا وبيقول: ويليام حسواني دين كتب عنه أطروحات لأنه متعدد المواهب إنسان كله قيم شاعر فنان مربي صديق. انا بس رح احكي عن ناحية وحدة منه هي ويليام الشاعر. انا تعرفت على ويليام باني فتحت مدرسة عنده مدرسة ليلية وصرنا صحبي وصار يتردد على ملكوت الشعر من سنة 93 لما اسسته. بعد 4 سنين شاعرية ويليام هي اللي خلته اللي اقترح علي انه انا بعمل ملكوت الشعر من نص الربيع لآخر الصيف، ليش هو ما بيعملوا ببقية السنة؟ يعني بالخريف والشتي، واتفقنا هيك
وشعريته خلته يعمل صالون ويليام حسواني يلي استمر 20 سنة يكون توأم لملكوت الشعر. ما نخلص أنا وياه نبلش من أول السنة ونخلص بآخرها. ويليام كان كل حفلة بصالون ويليام الحسواني يعمل أصيل تايم، أصيل افتتاح للحلقة وأصيل يرحب فيها بالضيف اللي بيكون جايبه. ياما أنا أسمع من الناس اللي كانوا يجوا على صالون ويليام يقولوا لي نحن منجي على الصالون تنسمع ويليام أكثر مما تنسمع الشاعر الضيف. شعرية ويليام خلته ياخد جائزة سعيد عقل، وهون أنا بعتز إني أنا برفقتي وصداقتي لسعيد عقل وكوني أخذ جائزة سعيد عقل اللي حق رشح إلها، رشحت ويليام ليأخذ الجائزة وأخذها. حسيت إني أنا أخذت الجائزة مرة تانية. ويليام أخذ جائزة سعيد عقل بجدارة وقال بوقت سعيد ببراءة الجائزة إنه اللي كاتبه ويليام أرقب كتير من اللي كتبوه أمثاله مثل فادر عند اليونان ومثل ابن المقفع عند العرب ومثل لافونتين عند الفرنسيين. ولما عمل كتابه شريعة الغاب قلت له أنا لمحت على النقطة وقلت ويليام أنا بعرف الحكيو هيك من أتينا البابل الباريس حكيو حلو لكن إنت عينيك بالشعر تان ورموش ومقداديس الأروع إنت والأغمق ومعلايك مش عم تقلد حدا ولا تقيس عقياس غيرك حيك وإيديك البدلي اللي عقياس الشرق كله ومساق بإنه الشرق لبيس. كمان تعرفت على ويليام كشاعر لما مرة كنت أنا وياه قاعدين هيك عم نحكي قلت له في حدا عم بترجم لي كتابي وحدك الإلهة وبدنا نحط له عنوان بدي أخذ رأيك فيه. العنوان اقترحه يلي عم بترشم إن يكون تواصل لدياياس. فكر هيك صفن قال لي لا لازم ينقال تواصل لدين يتي. هالكلمة لما قال رغل قلت له يا أستاذ ويليام هاللمعة اللي انت قايتني اياها بتخليني اقول بديك انت تترجم لي هالكتاب. قال لي مرحبا بك ولا يهمك وترجم لي كتابي للفرنساوي. ويليام مثقف كبير كتير. الغريب انه لأول مرة بيسترجي شاعر يترجم شعر من لغة لشعر باللغة الثانية. يعني ترجم لي أنا كل حكاية من هالحكايات يعني 40 حكاية بكتاب وحدك الإلهة كل حكاية فيها قصيدة. ترجم هالقصيدة لشعر بالفرنساوي وهالكتاب قد ما كان مهم اعتمدته في 10-12 مدرسة من كبار مدارس لبنان ليعلموا الترجمة من خلاله. كمان هون أنا مثل ما رشحت بالماضي ويليام لجائزة سعيد عقل بدي رشحه هلا لكل طلاب لبنان بكليات الاداب بلبنان والاجتماع انهم ياخدوا ويليام ويكتبوا عنه اطروحات بيغتنوا هني لانه ويليام شاعر عظيم وحرام تمرق الدنيا وما ينكتبش فيها عن ويليام اجمل الاطروحات. وانا بقول له يا خي ويليام رحت من الدنيا بس ما رحت لا من قلبي ولا من فكري. يا أعز إنسان كان عقلبي وبعده وبقلك وأنت عارف لأنك أنت بالسماء وعارف أنا شو عم قلك أنا بعدني كل ليلة بصلي لك ومن كل قلبي. تعوا شوفوا ابن عبود عابس ملابس عنتر المرحوم لابس. تعوا شوفوا العصافير الحزينة على عنق النحيل النسر كابس. يوم سجل ولاده بعريني فكرته طري مش غصن يابس. طلب من الرضا وهيج حنيني وكان بحضرة الأنفاس عابس. قل له لكن يا بطل وهم الضغيني توقع تكون مبرد وهم لاحس وتفدغ راسك بصخرة كميني وتفضح حالك بكل المجالس. عقال وحط للطاع الرصيني وطريق البخل معي لا تمارس
أنا الموج اللي مسلط على السفينة بغرقها لتاسع بحر يلي رفض يدفع صوتات المدارس. بالآخر مش أنت حتى نختم القضية قلت له بيظهر يوسف طباع واحتدوا وسعر عامير الشعر خدوا خوت زمجر صرخ صرخة قوية إذا سمعتوا صريخوا لا تردوا نشم نحنح عطس بطشت مي مويات الطشت صوبوا ارتدوا طرطش صلعتوا وصاروا البقية عيون ودينتوا وخشموا يسدوا افتكر إني طبيب ودار لي ومدري شو حكي وشو كان بدو وتأفحص معدته والداخلية لسانه عبعد مترين مدو قلت له يا مريض العنجهية تتشفى وداء أوهامك تصدو ما تبحث عدوى بالصيدلية لسانك يا ولد لازم تقدو يا ساتر خلف بخلك سوء نجي بكعب شيابك قروشك تهدو طيظهر قرش بدو أيصري وطبيبي أصقس وداي تشدو أنا طلاب مدرسي الفتي قلب مانح الأستاذ ودو مش رح يسمعوا منك وصي لأنه الوضع ما بتطلعش قدو حق يلبسوا الأسود علي لأنه النور مني بيستمدو ولأنه قيمتي كبيري وعلي ولأني بالغ من المجد حدو لكن أنت يا صدفة عشي يا صفر العشمال وما بعدو يا دخني بصورة الريح العتي لا بيأثر حضورك أو غيابك ولا حرزان تب موتك حدو وين بدون يروحوا الحلوين وين بدون يهربوا الحلوين الحلوين مثل الفراش بيرقدوا عالضو وانا مضفي الضو وماشي وناطر الحلوين حكي الساعة شب توفق بوحدي وهلا صار دور الافندي ضو الملاذي يجي يلمع وانا مرهوم مثله بلمع شرايط بتلمع والستات بيحبوا اللي بيلمع والمش سامع يسمع هلا القضايا بتصير تكرس 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 وحدي تعرس وحدي تخلص والافندي يحبس يمكن مشت وحدي يا وردة الحب الصافي تسلم ايديني اللي سقاكي موني سوار سي سوار غنمور Un roman comme tant d'autres qui pourrait être le vôtre, j'en dis si ou bien d'ailleurs. مش معقول كل شي مطبق انا تحت الضو وغنيت له ليش ما التفتي في شي تلخبط انا بصروني في فنجان القهوي انه الليل بدها تمشي الحلوه يمكن وصلي يمكن وصلي 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 موني سوار سي سوار دنامور ما شفت ابن حكومي غيرك هالايام صوته طالع انا نبضي قوي اسكت نحن كمان بيطلع لنا دار مطرب الحاجز بده يغني مين مطرب الحاجز حضرته ابو اسعد فياض
بس حضرته ما شاء الله هيئته بقوس ومضرب. يا ابو اسعد انت عراسنا وعيننا، بس لنك من الفرقة ولا اسمك على البرامج. الرجال اتعذبوا اجا ما بقى يسوى نكسر له خاطره. ولك هيئته جاي يقاتل. ابدا هيدي بدلة الطرف. بس هيدا تدخل بشؤون الفرقة. وين تدخل؟ شو شايف الدبابات بالسهلة؟ الله عرف عني تأسرق لي شقوف قبل ما نعلق نحن وياك. وشو بدي عرف؟ قول المطرب ابو اسعد فياض بغنية حزينة. صحتك يخص العين وسلاح ومراجل ولا شو الغنية الحزينة؟ يا اخي المنطقة ما بتنطرب الا حزينة. اخ اعطونا الدوزين. صوتك مش مضبوط على الموسيقى. مين قال مش مضبوط؟ كرم ويليام حسواني خلال مسيرته الفنية بالعديد من الدروع والجوائز، ومنها درع تقديري من وزارة الثقافة سنة 1998، جائزة سعيد عقل للشعر والأدب سنة 1999، درع تقديري من تلفزيون لبنان سنة 2006، ودرع تقديري من مدرسة الويزي بال 2008، وأيضا درع تقديري من بلدية دهور شوير لمناسبة مهرجان المغتربين سنة 2009، وعدة دروع من قيادة الجيش بمناسبات مختلفة. أنت ماريا؟ نعم. أنت اللي كنتي عم تغني؟ نعم. ضبوا غلاطكم وفلوا. ولازم بدنا نفل. ما بتستحوا مجمعين الناس عليك ونقولوا في عالم بدها ترتاح. عاملين حفلة. حفلات هون ما في. ومعنا إجازة. إجازة هايدي بتمشي على الأفندي. معنا إجازة. نعم. ينعم عليك يا مهذب، بس نحكيك جاوبنا. بقدر أعرف مين حضرتكم؟ حضرتنا ذيب المرجان وحضرتهم عبود ومرعي، ونحن من رجال ظاهر البندر. اتشرفنا. وحضرتهم زعج منا؟ ايه زعج. الاستاذ ظاهر نازل عن نيابي وبكره عنده مهرجان خطابي، صار له يومين مسكر على حاله ومعه ثلاث معلمين مدرسي، هو بيحكي وهن بيلموا من خلفه افكار. ليش هو مش متعلم؟ اهم من المتعلم، هيدا ما ضيع وقته بالمدارس، من صغرته بلش بالمظاهرات. الله ياخد بيده، بس نحن بشو ازعجنا؟ الناس ناطرين خطابه وانتو قاعدين تطبلوا وتزمروا، مهرجانين بذات الوقت ما بيصير. ما زال الناس ناطرين خطابه رح يروحوا يسمعوا. ايه بس في كتير قلال العقل رح يجوا لعندكم. عال؟ انتو خدوا كبار العقل، نحن اعطونا قلال العقل. ما هون الضربه، مين بضل يسمع الخطاب؟ كبار العقل. بلا نكات، جاوبي مضبوط. ما بنقدر نلغي حفلتنا، بدكم نوقف شي ساعة حتى اقول خطابه وبنرجع نكمل. ساعة؟ وبقية قعدة لسه. ليش في غيره بده يخطب؟ قديش فرقتكم فيها ممثلين ورقصين؟ ايه لسه المتزعمها الاستاذ ظاهر اكبر. وكلهم بدهم يحكوا؟ معلوم كلهم مليون ايام الحكي، بكره لما بيصيروا بالمجلس ما بيعودوا يحكوا. فإذا المهرجان يكون مسلسل انتخابي. شوفي شوفي يسلموا لي مثل القمار غلوا سعر الجرايد. كان العدد ينباع بربع، لما صوروهم صار بنص. ايه طيب شو بتريد نعمل؟ نحن عنا موسم ما بنقدر نلغيه. كملوه مطرح تاني. ايه نجتمع ومنقرر. هلا المشكلة بالقرارات، المشكلة بالتنفيذ، المهم تفلوا. اذا طلع الضو وبعدكم هون بتروحوا دعس الخيل. حفلتكم هون مش هخليكم تكملوها، بس عم فكر لك بمشروع بتستفيدوا منه. ايه تنشوف. تاخذي هالفرقة وبتروحوا لعند ظاهر، الصبايا اللي معكم بقدموا شراب، والشباب بيحملوا فروجي وبيمشوا قدامه، وناس بترقص وانت بتعملينك زلغوطة. شو؟ شو بك انهرسقتي يقطع السم؟ ولك يا ديب نحن ما بنغني بالمناسبات. بقشرتكم بتسترزقوا بإرشاد. ولك مليون ليرة بنغني لحدا. دخل دقيقة، مليون ليرة؟ مليون ليرة أنا بجيب لك الأستاذ ظاهر يغني. شو؟ الفنان مش لازم يتزلم لحدا. هاي بلا زعيم يلتشيله. ايه بس ما بيستغني الواحد يضرب له سكين يتقتل هو عسكري. ايه نحن اللي بنغني ما بنعمل هيك قصص. أبو أسعد فياض بغني وعلي كسرة نيش، أنا بتبكي وبرقبته ثلاث قتلة. هيدا بيكون قتال قتلة، نحن عم نحكي عن الفنان الآدمي. وين هو الفنان الآدمي؟ شوفها إذا بتكبر حكي بصير أكبر مشكل. شفتي انك اقطع من ابو اسعد فياض؟ ايه ابو اسعد فياض ونص.
رحل ويليام حسواني ب 22 كانون الأول سنة 2019. رحل أحد أركان المسرح الغنائي اللبناني. رحل المعلم الشاعر والفنان يلي أعطى الكتير للمسرح اللبناني يلي كان الأحب على قلبه، وكان يقول حبيت المسرح لأنه بيختصر فيي كل الوجوه. أحلى الأيام، إعداد وتقديم باتريسيا أسيس، إخراج جورج الحلو.